أعزائي طلبة الرباط الصف الثالث الثانوي تمرين، معكم مهندس السويري، ونتكلم عن الباب الثالث وهو خاص بالشبكات الدولية للإنترنت. عندنا 4 دروس موجودين في الباب الثالث. أول درس عندنا بيتكلم عن تعريف الشبكة المعلوماتية الإنترنت، بعد كده بنعرف إيه هو المستعرض براوسز، وبعد كده اللي هو الانترنت اكسبلورر، وبعد كده بنعرف الدرس الثالث اللي هو البريد الالكتروني الكترونيك كيميل، واخر درس عندنا الدرس الرابع ازاي بنعمل سيرش في الانترنت، البحث في الانترنت. حاجة هنتكلم عنها الدرس الاول بتاعنا هو الدرس الخاص بالشبكة المعلوماتية وهي شبكة الانترنت. هنتعرف على اول حاجه عندنا ايه هي الشبكه المعلوماتيه الانترنت. هي شبكه اللي احنا بنشوفها قدامنا زي ما بالظبط كده، اسمها الشبكه العنكبوتيه، اللي هي بتتعامل مع عدد والاف من الشبكات، وبتتعامل مع ملايين من اجهزه الكمبيوتر المختلفه، تختلف في البرامج بتاعتها وانواع الاجهزه الموجوده في العالم كله. انت بتقدر بتربط كل الاجهزه دي عن طريق الشبكه المعلوماتيه الانترنت، والهدف من التعامل عن طريق الشبكه المعلوماتيه الانترنت هو تبادل المعلومات ايا كانت هذه المعلومات التي يتم التبادل بينك وبين كل الشبكات الموجودة على شبكة الانترنت اللي بنستخدمها كلنا في اجهزة الكمبيوتر والموبايلات. ايه الخدمات اللي انا بستفيدها من الانترنت؟ استعراض المعلومات، اقدر اعرف اي معلومه، اقدر اعمل بريد الكتروني، اقدر اعمل حوار مع اي شخص على الشات، استخدم الالعاب او الحاجات اللي هي الترفيهيه، تحميل اي برنامج او اي حاجه انا عايز انزلها من على الانترنت الداونلود، وكمان التجاره الالكترونيه التسويق ان انا ابيع او اشتري حاجه من على الانترنت. زي ما بنقول كده العالم بين ايديك، تقدر تاخد منه اي معلومه انت محتاجها وتستفيد منها. ايه متطلبات الاتصال بشبكة الانترنت؟ اول حاجة عندي يبقى عندي جهاز كمبيوتر، يبقى عندي نظام تشغيل اوبريتنج سيستم زي الويندوز، عندي خط تليفون عادي، عندي مخصص تليفون اللي هو بيبقى اسمه ليزند لاين، ومودم، وجهاز توجيه اللي هو الراوتر، ومقدم الخدمة اللي هي الشركات، طبعا انواع شركات كتير جدا، وعندي المتصفح اللي هو الانترنت اكسبلور، وفي طبعا انواع كتير من المتصفحات اللي احنا بنستخدمها في الاتصال بالانترنت. لتهيئة الجهاز والوصول للمعالج عشان نتصل بالانترنت، الدايل اب لازم نختار عن طريق برنامج اوبريتنج سيستم زي الويندوز، فنقف على ستارت، وبعدين نقول بروجرام اكسسوارز كونكشن، وبعدين بنختار كونكشن اللي هو نيو كونكشن ويزرد زي موجود عندنا في الشكل اللي قدامنا دوت، اللي موجود عندنا هنا وهو في الكتاب موجود معاك، ان انت بتقف ازاي ستارت، وبعدين قول بروجرام اكسسوارز، وبعدين كونكشن، وبعدين بنختار نيو كونكشن ويزرد. واول شاشه بتظهر معانا شاشه الترحيب اللي هو ويلكم تو ذا نيو كونكشن ويزرد، وبنبتدي نختار اول حاجه اختيارنا عندنا نكست عشان نكمل بقيه الاختيارات. الشاشة دي بيظهر معانا اختيارات كتير، احنا المفروض ان بيطلب منك انت عايز يعرف نوع النتورك كونكشن تايب، فالمفروض ان احنا بنختار كونكت تو ذا انترنت اول اختيار معانا، وبعد كده بنختار نكست. الاختيار بعد كده اللي بعديه بيختار انت هتستخدمه كايه، النوع اللي انت هتستخدمه فيه، نوع خط التليفون اللي انت هتشتغل فيه، طبعا هنختاره ايه مانوال، فنختار الاختيار التاني ونختار نكست. بعد كده بيظهر معانا الشاشة دي عشان تحدد نوع الاتصال وتحدد نوع السرعة اللي هي كونكت يوزنج دايل اب مودم، واحنا بنختار الاختيار الاولاني، وبعد كده بنختار نكست. هنا بنختار الاختيار بتاعنا، المفروض ان عندك بيسألك على الاي اس بي، الاي اس بي اللي اسم المقدم الخدمة اللي بيقدم لك الخدمة، اسم الشركة اللي انت بتتم التعاقد معاها، انت بتختارها وتكتب الاسم بتاعها الاي اس بي نيم، وبعد كده بنختار نيكست. ممكن تسيبها في مكانها فاضي، وممكن تكتب الاسم الخاص بالشركة ونختار نيكست. هنا بنكتب رقم التليفون اللي احنا بنستخدمه اللي هو التليفون بتاعنا اللي موجود عندنا اللي هو بنستخدمه لتقديم خدمة الانترنت عن طريقه، وبعد كده بنختار نكست. الشاشة دي بيطلب منك شوية معلومات انفورميشن، يوزر نيم وباسورد، وبيطلب منك تأكيد الباسورد. لما تيجي تخش تعمل كونكت فلازم يكون عندك يوزر نيم وباسورد، وبعد كده بندوس نكست.
ودي اخر شاشه بتظهر معانا، ان احنا بده خلاص بعد ما خلصنا كل الخطوات عشان نعمل نيو كونكشن ويزرد، بعد كده بنخلصها خالص، دي اخر شاشه، فبندوس على فينيش. بعد ما نخلص كل الخطوات اللي فاتت بنبتدي نفتح ازاي الانترنت، بنختار ستارت اول بروجرام، وبعدين بنختار كونكت، وبنختار من كونكت اسم اللي احنا اخترناه، طبعا هنحددنا اسم الاتصال بتاعنا وبنختاره وندوس عليه انتر. بعد كده بتظهر معانا شاشة خاصة بالكونكت، ونكتب فيها اليوزر نيم والباسورد، وبعد كده ندوس على دايل، ويبتدي يشتغل معاك الانترنت الخاص بيك. عشان نفتح الانترنت احنا بنستخدم الايقونه الخاصه بالانترنت اكسبلورر، طبعا احنا نقدر ننزل غيرها كتير زي الفايرفوكس والجوجل كروم، وبعد كده بتفتح معاك الشاشه الخاصه بالانترنت زي الصفحه اللي قدامنا اللي هي مكتوب فيها جوجل، وتقدر تستخدم الانترنت في البحث او المحادثه او السيرش عن اي حاجه خاصه في الانترنت. عندنا شوية تعريفات مهمة زي اللي هي خاصة بالويب، يعني ايه ويب؟ الويب هو ازاي بنوصل للمعلومة في الانترنت عن طريق المتصفح. طبعا في احنا عندنا الايقونات اللي بنستخدمها زي الانترنت اكسبلورر حرف الاي، ده بينزل مع نسخة الويندوز، في الفايرفوكس في جوجل كروم، ولغة مستخدمة ال HTML في صفحات الويب. عندنا بعد كده الويب سايت اللي هو مجموعة من الصفحات الالكترونية المرتبطة ببعضها، اللينك اللي احنا بنوصل عن طريقه لأكتر من صفحة في الهوم بيج. عندنا بعد كده الشبكة المعلوماتية اللي هي الشبكة العنكبوتية WWW، ده الاختصار ل World Wide Web، وهو عبارة عن وسيلة اللي بتوصلك للمعلومة في الانترنت، واللي بتطل على الانترنت في النوافذ المستخدمة. نتعرف بعد كده على البروتوكول، البروتوكولات احنا اتعرفنا قبل كده على البروتوكولات الخاصة باللان والوان، دلوقتي هنتعرف على البروتوكولات الخاصة بالانترنت، منها البروتوكول HTTPS، وده خاص بازاي بوصل للمعلومات على شبكة الانترنت، في بروتوكول لتبادل الملفات FTP، في بروتوكول URL اللي بيوصلك للصفحات اللي موجودة على الانترنت المتعددة، واللي او بمعنى اصح هو العنوان اللي بنكتبه في النافذه الخاصه بالانترنت زي ما بنيجي نكتب جوجل دوت كوم، وده الشكل اللي بنكتب فيه اليو ار ال HTTP://www.google.com اللي هو اخر اول حاجه عندنا البروتوكول، السيرفيس الخدمه اللي بختارها، والدومين اللي بوصل له، وطبيعه المكان الاكتيفيت، واخر حاجه عندي البلد زي ما بنختار اللي هو HTTP://www.moe.org.eg اللي هو الموقع الخاص بالتربية والتعليم. ده الشكل النهائي لما بكتب فيه اليو ار ان، طبعا تكتب اي موقع انت محتاج وتوصل له، بعد كده بتدوس على السهم الاخضر اللي موجود عندنا ده او كلمة جو، او تدوس على الانتر توصل للموقع اللي انت عايز توصل له. كده خلص الدرس الأول، وهنكمل بإذن الله بقية الدروس بالتوفيق والنجاح.